من بعد مدن العرائش شفشاون تطوان والحسيمة، قافلة نجم الجهة حطت رحال ديالها في مدينة طنجة المدينة المحتضنة لنهائيات المسابقة. نخليكم تكتشفوا مواهب عروس الشمال في هذه الصور. دار الحي السعادة كانت أول مكان للكاستينج بمدينة طنجة، والمواهب كانوا في الموعد وجاو يشاركوا عبروا على موهبتهم. كل واحد منينجا وكل واحد وستيل اللي كيغني، لكن الهدف واحد هو دخول غمار المسابقة. Amor mío, por favor, pues no te vas. Yo contaría las horas. El casting يعني داز مزيان. مزيان يعني بالنسبة للصوت ولا الآراء ديال الأساتذة الكرام. حنا كان ديجا داز الكاستينغ في العريش وما توفقناش نحضروا له. اليوم جاتنا فرصة نجيو لطنجة والحمد لله جينا لقينا راه كاين الكاستينغ اليوم. قل للمليحة بالخمار الأسود ماذا فعلت بناسك متعبد حبيبي على الدنيا إذا غبت وحشة فيا قمرا قل لي متى انت طالع تبغيتك مني وشها ربي هو اللي انا مش كان بقلبي من هداش قال وانا خابي والوقت يفوت انت يا هي يا عمري وما في مش معطي فيك نسي وحبيبي من غيرك ما هيري يا خدابي من غير الموت. مجموعة من المشاركين ادوا اغاني موضوعها الام اللي اكيد تستحق أكثر من أغنية. يا أمي ما شكل السماء جيبوا لي ما تطلع عليا جيبوا لي ما تطلع عليا يا أمي ما غير فهميني غلطت معاك غير سمحيلي يا أمي وما تبكيش هذا هو مكتبي يا أمي ما نوصيك وصايا اسمح لي ما لا موصلت شي حاجة خصك نوصل له كان وعدك غنبقى نطيعك حياتي كاملة كما درتي اليوم وحالتي غاوب شتي في دعوة بو بستي كومبلي واعر هذاك الكومبلي ما جاش معاه هو بغاني انا هو ماشي نقلد الاصوات واش كاين شي حاجه نعملوها حنا فنانه مغاربه كنعملوا كل شيء هاي شهر التاسع تقولوا كريم فين ندوز الويكاند ما مشيوش للبلايا انت باغي واحد يكون دمو بارد ساكت ديما جمال تغلطي ما يدويش. تاني ايام الكاستينج بطنجة عرفت توافد كثير من المشاركين اللي كيهيئوا نفسهم لمواجهة لجنة التحكيم والميكروفون. حبيبي مهما سافرت مهما بعيد ومهما غيبت يروح عني قريب مني. كيف دوزتي بسمة؟ مزيان دوزتو غنيت مسانياك وموال شعبي عندي قليب واحد. وشنو كانت ردة الفعل ديال لجنة التحكيم شنو قالوا لك؟ جبون قليل بون شونس. اللي شفتو اللي شفتو قبل ما تشوفك عينيا مزيان الحمد لله واخا كنت فيها شويه الخلعه بالحق المهم داز مزيان واللجنه هما كانوا مزيانين شجعوني وضحكوا معايا هذه المسابقه هذه تحت الفرصه للجميع لي كونديدا والمواهب اللي خصهم يوصلوا يطمحوا للمزيد من التفوق ووجدت يعني موال واغنيه اسمها خطرنا على بالك وكنتمنى ان شاء الله يكون توفيق للجميع محميتها يا ابني من الويلات ما في حدا غيرك بيحميها انا يعني من مدينه القصر الكبير وكنقرا في تطوان فاتتني الكاستينغ ديال العرايش وديال تطوان جيت لهنايا عند العائله باش ندوز كاستينغ وادي مالي
المواهب كانوا في المستوى والبرنامج نتمنى له النجاح ونتمنى له التوفيق ان شاء الله ولما لا يخرجوا منه مواهب كبيره ان شاء الله من بعد. معنا واحد المشارك عاد داخل القاعه ديال الكاستينغ نشوفوا شنو موجد. تبارك الله عليك مرحبا. شنو وجدتي باش تدوز الكاستينغ اليوم؟ الوغ بونجور ا توس، صباح الخير عليكم. معكم خالد غبالو من مدينه طنجه. اليوم كانت واجد مسابقه نجم الجهه، وجدت واحد الاغنيه ديال على بابي واقف امارين، فيها واحد شويه ديال الموديفيكاسيون. كنتمنى تنال اعجاب الجميع وشكرا لكم. على بابي واقف امارين، واحد بالسماء والتاني أغلى من العين، يفهم بالوفاء. على بابي على بابي واقف أمرين. خليني بعيد خليني، أنا خايفك لا تبليني. يا وردي مقطوفي من أجمل بستان، توعد مبتوفي يا قمر الزمان. كل بداية عندني يا وانا حكايتي رواية. No I can't take one more step toward you. ليل ورا ليل ولا دقت النور. انسدني قول علاش بغات تهبي انساتني قول لي علاش بغيت تهبلني علاش علاش. ناس فاصل ونواصل. كاب راديو من الشمال للجنوب. مشاهدينا التحق بنا في مكان الكاستينغ بمدينة طنجة الفنان المغربي المتألق حكيم. حكيم مرحبا بك. شكرا، انا جد فرحان بهذه التظاهره اللي كتشجع المواهب. اللي خصها هو الدعم، خص الناس يعاونوا هاد الناس اللي كيعاونوا هاد المواهب وكيشجعوها ويدعموها باش تزيد لقدام. زدني بفرط الحب فيك تحيرا، وارحم حشا بلا الله هواك تصارى. بزاف ديال الناس كيقولوا لي نص الهضره، يقولوا لي الصوت ديالك كيتشابه مسلم، ومن ناحيه لي بارول مبدلين، من ناحيه الفلو كيتشابه عادي نورمال، فهمتي؟ ما انا فلو ديالي هو هذاك، ماشي بدلته ولا حاولت نقلده ولا شي حاجه، واش فهمتي؟ بالعكس انا كيعجبني مسلم وكنحترمه بزاف، كنحترم جميع روابا المغرب كامل. بلادي بلاد المغرب بخصك به تفتخر، حيت قبل ما يكون رماد كان فحام وفاخر. حيت الحلم اللي كان حلمك يبصو انتحر، وحيت القلب بلان ضروري غين فجر. واش غير عايش ولا عارفين غادي؟ كلشي زوين ولا راك غير رادي؟ كتشوف بعيد ولا باقي في الماضي؟ باقي في الماضي ماضي كلهم راكي. الراب هو اسلوب كنعبروا به انا وياها، واخترنا اننا شي حاجه تكون متميزه اننا نتميزوا في هذا البرنامج، علاه خسرنا أغنية ديال الراب. هذا نظام عندي فيه 17 ساعة و 35 دقيقة و 20 ثانية و 33 ثانية. المهم غاب شوية عليك، غاب شوية. معنا جوج مشاركين شاركوا في صنف الكوميديا، خلينا نتعرفوا عليهم ونشوفوهم شنو قدموا للجنة التحكيم. شنو قدمتوا للجنة التحكيم؟ قدمنا واحد سكتش والحمد لله كانت يعني تجربة ممتعة، وطبعا كيرجع الفضل معاد بوتكلي مسيتش كانت الفكرة دياله، والحمد لله نلنا على الحكم. لجنة التحكيم بعدا أثناء السكتش كنت كنشوفهم كيضحكوا، يعني عجبهم السكتش على ما أظن، وكنتمنى إن شاء الله التوفيق. هما قالوا لنا نتمنى لكم التوفيق وكنتمنى إن شاء الله التوفيق. أنا جيت ويلي الزين، شوفي أنا هنا ماشي لهي. المواهب في مدينة طنجة خذوا فرصتهم في المشاركة كباقي مدن الجهة. السؤال، شكون غادي يمثل مدينة البوغاز؟ نكتشفوا جميع في الأيام المقبلة. كيف مشوا معنا؟ الأجواء كان جد حماسية، واليوم كانت آخر محطة ديال الكاستينغ في مدينة طنجة. ما بقى لي غير نقول لكم نتلاقاو في البرايم، وحد موفق للجميع. بلادي يا زين البلدان،
يا جنات على حد الشوف، يا أرض كريمة مضيافة وجمالها ناطق بحروف، ناسها نخوة وضرافة، ناسها نخوة وضرافة وكرمهم شارع معروف. شحال يا بلادي واللافة واللي سالي يجي ويشوف، بلادي قرة العين والشمس ضوات عليها، عروسة ما بين الشطان وتغني الجبال عليها. اللي هارب من الأحزان زور بلادنا تتشافى، طبيعة ودول الإنسان واللي شرب ماها يتعافى. بلادنا يا دار السلوان، بلادنا يا دار السلوان، بلادنا يا دار السلوان، يا شربة من نبع صافى.